فهؤلاء الأميون لما أحسنوا الاستماع وهيئوا جهاز الاستماع لتحويله إلى أعمال، إلى أعمال يعلم ما تسرون، أعمال السر حتى في سرائرك ودخيلة نفسك. ليش الله قال إنه يعلم السر؟ يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ما معنى هذا الكلام؟ إن لا يكن ما يدور في صدرك إلا خواطر الخير والنيات الخيرة، وخائنة الأعين ما تنظر نظرة ابتسام لإنسان وأنت تريد به المكر والخداع. هذا معنى يعلم خائنة، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. أحد المخربين والمدمرين والمقاومين للإسلام، النبي عمل عدة أعمال من الفتك والغدر في المسلمين، فالنبي هدر دمه، قال أينما وجدتموه فاقتلوه. فلما النبي فتح مكة، هذا الإنسان الغدار الفتاك الماكر الخداع عرف أنه لا نجاة له من الإعدام إلا أن يستسلم ويتوب، فدخل على النبي بعد صلاة الفجر، والجامع كان ما في إضاءة على الطبيعة، وقال للنبي ما تقول في فلان إذا أتاك تائبا؟ فسكت النبي ولم يجبه، أعاد السؤال مرة ثانية وثالثة، ما تقول في فلان إذا أتاك تائبا مستغفرا؟ ثلاث أربع مرات والنبي ساكت لا يجيب. قال نقبله ونعفو عنه. فبعد ذلك النبي قال للصحابة ما منعكم وقد هدرت دمه لكثرة ما قتل من المسلمين وما خرب من أمور الدعوة، ما منعكم إذ رأيتموني ساكتا أن يقوم أحدكم إليه بالسيف فيقطع رأسه؟ قالوا يا رسول الله لو أشرت إلينا بطرف عينك غمزة وننفذ. فماذا كان جواب النبي؟ يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. قال ما كان ينبغي لنبي أن تكون عنده خائنة الأعين، يظهر شيء ومن طرف عينه يشير إلى ضد ما يستقبل به عدوه.